وفي اليمن تواصلت المواجهات والقصف الذي ينفذه التحالف بقيادة السعودية في ظل اتهامات بخرق الهدنة التي تم تمديدها في اختتام المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين في سويسرا، وقتل وأصيب العشرات في مواجهات بين القوات الموالية لحكومة الرئيس منصور هادي والقوات الموالية لأنصار الله. يأتي ذلك فيما استمرت غارات طائرات التحالف الذي تقوده السعودية مستهدفة عدة مواقع في محافظة تعز، كما استهدفت معسكرا للدفاع الجوي في المخا. من جانبها قالت الأمم المتحدة إن القتال المستمر على مدى شهور جعل حوالي 200,000 مدني في حالة حصار فعلي وبحاجة لمساعدات غذائية وطبية عاجلة.